فكيف لهذا البرلمان ولهؤلاء النواب؟ اللي خليني اقول لحضرتك ان للاسف بعض من هؤلاء النواب كان موجود هنا في كوب 27 وشارك في الجلسات اللي كانت في شرم الشيخ. ازاي يصدر منهم هذا الكلام وهذا التدخل وهذا الاعتداء الواضح على السيادة المصرية وعلى سلطات الدولة المصرية، سواء السلطة القضائية أو السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية؟ حقيقة كان بيان مستفز جدا ومؤذي إلى كافة الأطراف المصرية، طوائف الشعب المصري كلها اتأذت من هذا البيان. والحقيقة البيانات اللي صدرت سواء من الكيانات السياسية الأحزاب أو حتى البرلمان المصري أعتقد أنها كافية للرد على هؤلاء، وأيضا هيعقبها مجموعة من التحركات من الشعب بقى البرلمانية سواء الأمور المتوسطية وما إلى ذلك.